الحقيقة أنا حصلت لي قصة طريفة بالنسبة للمنتخب. كنت أستقبل واحد في المطار وكان في شاشات كبيرة ويحضر كثير سعوديين والعمالة من غير السعوديين كثير. المهم شفنا الشوط الأول، طبعا انتهى كما تعرفون 1-1 للأرجنتين. خرجنا، طبعا جاء الشخص اللي أنا أستقبله وخرجنا ومشينا بالسيارة، فأبحث في الجوال في اليوتيوب فوجدت مباراة ومكتوب عليه مباشر الأرجنتين والسعودية، طالع إلا 5 أهداف للأرجنتين، شوية كذا إلا سجلت السعودية هدف، صار 5-2، شوية كذا سجلت الأرجنتين 6 وإذا بها تنتهي المباراة 6-2. فحزنت وتألمت وكذا وضايقت، قلت هذه بداية يا سبحان الله. ويوم وصلت إلى الرياض وإذا بالأهلي يقول مبروك فوز المنتخب، فصراحة يعني تفاجأت أثر المباراة التي شفتها قديمة لمباراة ودية قديمة سبحان الله. ودية نعم. المهم قلت أبيات طبعا في فوز المنتخب، قلت خاب ميسي وخاب كل فريقه، كلهم في اللقاء غص بريقه، هو أسطورة ولكن تلاشت وتلاشى الغداتا زيف بريقه، وبفضل الإله حقق ربي أمنيات فزنا بها عن طريقه، فرحة عمت البلاد وكانت سعة للنفوس تمت بضيقه. يعني احنا فرحنا وهو تضايق. قد حبان الإله دينا ودنيا فشكرنا ربي على توفيقه، وبعيد اللقاء كل شقيق بسرور مهنئا لشقيقه، حدث أسعد البلاد وكل قد سعى جاهدا إلى توفيقه، وفق الله كل صاحب جهد فرأينا النجاح في تنسيقه، نسأل الله أن يديم علينا كل فضل تقنى إلى تطبيقه، ويديم الوداد كل رفيق بحنان يتوق نحو رفيقه، من رأى الدرب مشرقا سوف يمضي لم يبالي بنابح في طريقه، سوف تمضي قوافل وسنسمو عن حسود وحقده ونعيقه، ويسود الوئام كل البرايا يتمنى الصديق نجح صديقه، وصلاة على الحبيب سمو من يذق شهده هفا لرحيق. فالحمد لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله التوفيق لمنتخبنا في مبارياته القادمة، وإن شاء الله يأخذ كأس العالم، وليس ذلك على الله بعزيز.